تحياتي ليك كابتن ميدو وكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يومك يا اهلي، دستوري النادي الاهلي متبقي اقل من ساعه. الحمد لله العدد خلاص يمكن عدينا بفتره كبيره جدا، ولكن ننتظر المزيد، ننتظر المزيد. كل اعضاء النادي الاهلي تنزل تشارك في دستور النادي الاهلي مع الاعلام الكبير الاستاذ جابر الموتي. بنقول لك اهلا بيك على شاشات الاهلي وتحت الكابتن ميدو لحضرتك. دستور النادي الاهلي النهارده وحاجه ولا اروع ولا اجمل، يوم تاريخي للنادي الاهلي النهارده. هو فعلا يوم مهم جدا، وعايز اقول لحضرتك انا ما اتخضيتش من فكره الاقبال الكبير ده، لانك انت بتتعامل مع تاني دستور للنادي الاهلي او تاني لائحه للنادي الاهلي من 1908، فانت بقالك دلوقتي 110 سنه وست شهور بالتمام والكمال ما عملتش لائحه، فبالتالي عيب في حقنا ان ما يكونش في لائحه جديده ولائحه خاصه بينا، والوضع بتاعنا يبقى اكثر استقرار الفتره القادمه ان شاء الله. فانا مبسوط جدا بالمشاركه ومبسوط جدا. خليني بس اشكركم الاول اللي انا فيها، كل القناه والناس اللي فيها، سواء الاستوديو او العاملين او الزملاء اللي موجودين بره، عاملين شغل هايل جدا، عاملين شغل محترم جدا يعني. فيعني انا بتمنى لكم كل خير، كل قناه النادي الاهلي بتمنى لها كل خير، وان شاء الله في تقدم دايما يعني. عاوزين بقى نوجه رساله لاعضاء النادي الاهلي اللي بقى اقل من ساعه، لازم بقى ييجوا، لازم ينزلوا، لازم يشاركوا في عمل دستورهم. انا شايف ان ده شيء طبيعي جدا، وشايف انه اي حد ممكن يكون لي مش تاثير لكن يكون لي كلمه عشم كده زي ما بنقول على اي عضو من اعضاء النادي الاهلي، وشايف ان هو مكسل شويه والاخره انزل. هو عموما النصاب اكتمل الحمد لله وكل الامور تمام، بس هو الافضل بكتير انه المساله تكون ازيد من كده والعدد يكون ازيد من كده. فانا اتمنى انه يكون ان شاء الله الفتره الجايه تكون يعني اكثر ازدحاما او اكثر اقبالا من الكام ساعة اللي فاتوا بإذن الله، وأعتقد إن ده هيحصل بإذن الله إن شاء الله. شكرا يا فندم، مبخورك كنت معاك النهارده. لا ربنا يخليك يا شريف، دايما على خير، دايما على خير.